السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. طبعا بإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب والرقم المخصص لها، والذي بإمكانكم أن تستخدموه لإرسال ما لديكم من تعليقات أو تساؤلات أو أي رأي بشأن مواضيعنا التي نطرحها في هذا اليوم عبر هذه الخدمة، التي سنقرأ طبعا الرسائل تباعا إن شاء الله خلال هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن عزمها إعادة إدراج قانون التجنيد الإلزامي على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة، وأهمية تمرير القانون والعمل به خلال الفترة الحالية وسط حديث عن صعوبات ستعترض طريقه. طبعا يعاني الجيش منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وما رافقه من قرارات بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإلغاء قانون التجنيد الإلزامي، يعاني الجيش الحالي من مشكلة التوازن في بنائه نتيجة لتأثره بالوضع السياسي الذي فرض عليه من قبل الأحزاب المحاصصية الحزبية الطائفية والتي تدير النظام، وتوجه هناك اتهامات توجه إلى بعض القوى السياسية والحزبية في اعتماد آلية قبول طائفية في هذا الجيش، وهو ما دعا لاحقا إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يفعل هو الآخر. طبعا كثر الحديث عن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي في العراق، غير أن هذا الموضوع بقي أحاديث لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما جرد الموضوع من أهميته. غير أنه وعلى ما يبدو هذه المرة أعيد مرة أخرى عن طريق إعلان مجلس النواب تحديد يوم الأحد موعدا لقراءة قانون التجنيد الإلزامي. هذا الموضوع يلقى جدية واسعة حقيقة، وعلى الرغم من طول عمر المؤسسة العسكرية العراقية وإسهامها الوطني والتاريخي في بناء الدولة والدفاع عنها، إلا أنه طرأ تحول كبير في العقيدة والبنية العسكرية لواحد من أقوى الجيوش العربية سابقا، بعد أن أشرفت قوات الاحتلال الأمريكي على تشكيله بشكل جديد قبل أن تلتحق به فئات مزدوجة الولاء وعناصر لا تخفي انتماءها لميليشيات تأسست في الخارج أو داخل العراق لاحقا بإشراف مباشر من إيران. دعونا نعرض لحضراتكم كما تشاهدون، هذا الإعلان عن جدول أعمال الجلسة رقم 8. كما تلاحظون تأدية اليمين الدستوري، ثم بعد ذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، اللجنة المالية اللجنة القانونية، والقراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم من قبل لجنة الأمن والدفاع، وهناك أيضا أمور أخرى، حماية الطفل واللجنة المرأة والأسرة، وطبعا هذه تحتها كثير من الخطوط وعلامات الاستفهام والتساؤل، وخاصة ونحن نشاهد أطفال العراق ونساء العراق والأسرة والطفولة والقانون، يعني كلها حقيقة مشاكل يعاني منها العراق. لكن على العموم هذه هي الفكرة من الموضوع. تضمن القانون طبعا الذي طرح بعض البنود والمواد التي أثارت جدلا في الشارع العراقي. طبعا هناك المادة 23 أولا، وتنص على لا يجوز تعيين أو تشغيل أي مواطن عراقي بعد إكماله 19 من عمره في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط، إلا إذا كان قد أكمل الخدمة الإلزامية أو أجل أو أعفي منها. يعني باختصار اللي عمره 19 سنة لغاية عمر 45 سنة لا يحق له أن يعمل في أي مكان في العراق إلا أن يؤدي الخدمة الإلزامية، ثم بعد ذلك يحق له العمل. هناك ثانيا في نفس المادة، لا يجوز إبقاء أي موظف أو عامل أكمل 19 من عمره في عمله إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الإلزامية أو كان مؤجلا أو معفيا منها. يعني باختصار يطرد كل من هو فوق 19 عاما من وظيفته أو من عمله إلى أن يلتحق بالجيش يؤدي الخدمة وبعد ذلك يعود، إن بقيت له الوظيفة بقيت عموما. وطبعا المادة 24 تقول لا يسمح للعراقي الذي أكمل 19 من عمره
ولم يكمل 45 من عمره بمغادرة العراق إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الإلزامية أو أجل أو أعفي منها. هذا مشاهدينا الكرام طبعا فقرة أو مجموعة فقرات من الفقرات كثيرة كانت ضمن هذا القانون، وأثارت جدلا عراقيا واسعا ورفضا في نفس الوقت، لأن العراقيين يقولون كفى عسكرة للمجتمع، ألا يكفي ما نحن فيه الآن 100,000 فصيل مسلح وعشرات الميليشيات والأجهزة الأمنية وتسليح وتجهيز، ويعني تعداد الجيش أو القوات النظامية الرسمية تتجاوز 1,000,000، ومع هذا مؤسسة فاشلة أثبتت في كثير من المراحل أنها فاشلة وفاسدة كما يقول طبعا العراقيون، اعترضوا في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع. جئناكم ببعض التغريدات مشاهدينا الكرام التي تؤكد هذا الكلام الذي قلناه بشأن رفض العراقيين لقانون الخدمة الإلزامي. طبعا الوسم هو كلا للتجنيد الإلزامي. فرات علي يقول: التعليم الإلزامي وتوفير الكتب الدراسية والمدارس أفضل من التجنيد الإلزامي 1,000 مرة، فأيهما أولا، التعليم والارتقاء به أم عسكرة المجتمع وهدر المال دون جدوى؟ حسن محمد الحلو يقول: بدل من تشريع قانون يحتاج لملايين الدولارات لتنفيذه بدون أي مردود اقتصادي، الأفضل تمنح هذه الأموال كقروض قصيرة أو متوسطة الأجل للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، وبذلك سيساهم بدعم الاقتصاد الخاص ودعم الاقتصاد. قوة البلدان حاليا بقوة اقتصادها. عمر يقول: فتح باب جديد من أبواب فساد لا يمكن أن تقبل أو أن تقبل به. إذا الحكومة عندها أموال تصرف على عسكرة مجتمع، كان الأولى أن تصرف على مدارس، تصرف على بناء منازل للعوائل، أن تبني مجتمع متعلم. أسامة يقول: لو نظرنا لاهتمام الحكومات بالشباب في الدول المجاورة سنجدهم يسعون لتوفير لهم فرص عمل ووظائف مرموقة وبعثات دراسة لأرقى جامعات العالم. فقط في العراق عندما تدعي الحكومة أنها تهتم بالشباب تذهب بهم للتجنيد الإلزامي وحياة العسكر. هذه مجموعة بسيطة جدا من تعليقات وتغريدات وتفاعل عراقي كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا القانون، قانون مرفوض في بلد غير مستقر، في بلد فوضوي، في جيش مخترق، في جيش متحزب، فيه ولاءات وفيه ضباط دمج وفيه محسوبية وفيه الواسطة وفيه كثير من المفاسد التي لا تسمح بأن يكون هناك هذا القانون الموجود، خاصة وأنه كما قال العراقيون البلد في حالة اقتصادية سيئة جدا، وبالتالي يحتاج إلى تدعيم الاقتصاد، يحتاج إلى تدعيم التعليم، القضاء، المؤسسات الأخرى، الصحة. بعد ذلك ننظر إلى هذا الجانب ونرى هل هذا الموضوع ضروري أم لا. الآن الرفض العراقي أكيد طبعا أمام حضراتكم، وهو طبعا في الشارع بشكل أقوى بكثير مما قرأناه. هناك رفض عراقي لهذا الموضوع ولا يقبل من قبل المجتمع العراقي. معنا اتصال. السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، شنو التجنيد الإلزامي؟ بالعكس، يعني خطوة حلوة بس يكون تطبق بها صحيح. احنا من نرجع على وقت صدام حسين الله يرحمه، التجنيد الإلزامي الجندي جندي، هذا مو دارس، جندي جندي مكلف عادي ماكو إشكال. نعم. بس عندنا الخريج، من يروح الخريج يروح ضابط مجند، ضابط مجند حقه الرسمي والشرعي. يعني هم ما يريدون ضابط مجند، هم يريدون تدري شهاده ولا شديد؟ تصير ضابط دمج، وزير دمج، الرئيس دمج، كلها ماكو، هاي يريدوها. نعم. ولو يمشي هذا التجنيد الالزامي بالعكس على الشباب تتجه على المخدرات وتتجه على الكريستال. يعني حضرتك تقول انه الفكره العامه فكره صحيحه، لكن تطبيقها في العراق غير صحيح. تطبيقها لا، مو بالعراق، بالعراق تطبيقها صحيح اذا مشى العراق بالظروف الحاليه. بالظروف الحاليه، الظروف الحاليه كان حتى العصابات عصابات وميليشيات ماكو، وتحكمهم ايران، هاي ما تقدر. هل تعتقد بانه الجيش او المؤسسه العسكريه الحاليه تصلح ل يعني لتطبيق هذا القانون فيها، انه هي مهيئه لتهيئه
جيل أو أجيال قادمة بشكل صحيح؟ هل فيها القواعد والقوانين؟ هل فيها العقيدة الصحيحة؟ هل هي مؤسسة مستقلة من التدخلات الحزبية والسياسية والميليشياوية حتى نقول بأنه تطبيق هذا القانون اليوم بالعراق صحيح؟ هذا ما راح يطبق أستاذ العزيز، ما زال إيران تحكمنا والميليشيات تحكم، هذا ما يطبق. هذا تريد العراق يريد رجل وطني، حزب وطني، دعنا عن حزب، ناس تحكم، ناس وطنيين أشراف، مو شايل جنسيتين أو هويتين، خلينا نقول جنسية بريطانية وجنسية أمريكية، ويقول لك أنا عراقي، يعني منين أنت عراقي؟ يعني انت بالاسم عراقي، اللهجه مالتك عراقي. الناس اليوم يا ابو عبد الله يقولون كافي عسكره للمجتمع، صار 20 سنه يوميا يخترعون فصيل جديد، ميليشيا يدمجوها بالجيش الرسمي او بالقوات الامنيه الرسميه، تكون جزء من القوات الامنيه، تسليح وتجهيز ومؤسسه عسكريه اثبتت فشلها في كثير من المراحل، وخاصه قضيه داعش وهذا الانهيار والفضيحه اللي يعني كشفت حقيقة هذه المؤسسة العسكرية. فالناس تقول ليش ما يهتمون بالاقتصاد؟ ليش ما يهتمون بالتعليم؟ احنا كاتلنا الفقر والجوع والجهل، واليوم العراق بأمس الحاجة إلى نهضة اقتصادية علمية صحية، بدل ما نروح احنا نجيب الشباب نسحبهم من العمل، نذبهم بالتجنيد والعسكرة وغيره. تتفق مع هذا الطرح؟ أستاذ العزيز، إذا راح يسوون تجنيد إلزامي، هم ما راح يسوون تجنيد إلزامي، راح يسوون عصابات وميليشيات يكثرون الميليشيات مالاتهم. لأن الحلقة الفاتت قبل كم يوم من يطلع عندك أبو علي من البصرة يقول لك والله المالك يشتغل، المالك يشتغل. هيش من أقول وبشر من نعل أبوك يا أبو المالكي. بدون تجاوز لو سمحت. يعني المالك يشتغل. نعم. لا خلينا والله تريدي هيك. لا ليش والله أنا أعلق لك أغلط؟ أنا من الذين دفع الثمن، عندي 30 شخص راحوا وما عاد أندلهم وين؟ نعم. طيب. أنا هسه على احتياج، أنا شخصياً عندي 30 شخص ما عاد أندلهم مغيبين. نعم. يعني هذا لو جاي جيش وطني ومحرر من داعش، ليش ياخذ البريء ويعوف داعش؟ طيب. سيد أبو عبد الله، أنا أشكر حضرتك شكراً جزيلاً. إذاً أنت بفكرة عامة تقول بأنه نعم يجب أن يكون هناك قانون خدمة إلزامي، لكن ليس بالظروف الحالية، ليس بالوضع الحالي، أو برأيك أنه ما راح يكون ذا فائدة، لأنه بالنهاية حينتج عصابات، ينتج متحزبين، خاصة وأن الجيش مخترق، وبالتالي لن يكون هناك تأسيس صحيح لمن سيلتحق بالمؤسسة العسكرية. السيد هشام من بابل، تفضل يا هشام. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله هشام، اهلا وسهلا. اخويا هذه الحكومات، حكومات الاحزاب والميليشيات هذه لا تقدم شيئا خيرا للعراق، هذه الله وكيله. هذه تؤدي الى ما تؤدي الى تدمير العراق وتشكيل معاناه واستمرار لمعاناه للشعب العراقي. نعم. هذه وخاصة الأجهزة القمعية المجرمة اللي تسمى جيش عراقي وهو براء العراق من عشر، الله وكيلك يا أخي. البارحة تسووا بالبصرة سرقوا حتى النفط بعد ثقوب أحد البوار النفط الرئيسية وسرقة من قبل ضباط كبار في الجيش الحكومي. نعم. اي والله يسمى حكومه والا هم عصابات مارقه. عصابات مارقه الله وكيلك. لا تختلف عن هذه الميليشيات. شنو رايك ابو سيد هشام، شنو رايك بقانون الخدمه الالزامي اللي يريدون يقروه بالبرلمان؟ هل تتفق او تختلف مع طرح هذا القانون وتطبيقه؟ اي نعم اخوي نختلف. اذا هذه العصابات هاي مو حكومات وطنيه، هذه الله وكيلك، هذه عصابات اجراميه مواليه الى الخارج، الى الدول الفاسده. نعم. القمعيه اللي جت واحتلت العراق ودمرت العراق ووصلتنا الى ما حد ما وصلتنا. هذه اسفل لا يكون اسمها وطنيه، لا باعلامها. نعم. ولا باناشيدها ولا ما جاب بها المحتل، الله وكيلك. طيب. هذه عصابات إجرامية، ومن يساندها ومن يمولها من بعض الفقاعات هذه والنفايات هذه اللي تنتمي لي وتساند هذه الحكومات وأجهزتها القمعية المجرمة. اي والله. طيب. يا اخوي شكرا هشام من بابل، انا اشكر حضرتك للمشاركة، وصلت الفكرة. ويانا السيدة ام وسام من الطارمية، تفضلي يا ام وسام. عليكم السلام.
فيكم يا شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بك يا فد وروحك. أقول لك خالة فدوى على مود المساجين إحنا كل شيء مريض. نعم. على مود العفو يعني العفو العام ده يحسون بالروح ده يحسون البحر بالناصر يتنس. نعم. تقبي مال وادم بالناصرية. شلون؟ من الساعة 3 للساعة تقريبا 9:30 اللي طبينا للناصرية، طبينا السجن. نعم. والله تبهذلنا تبهذل يعني بلكن تحجوا لنا بالعفو العام الله يخليكم ان شاء الله. بلكن الله يعني تفرجون عليهم مكافئات صار لهم 5 سنوات واللي 10 سنوات واللي 20 يعني البارحه من رحت وشفت الموقف قبالي معوق ايده والناظر رجليه ومسجون، شنو ذنبه هذا؟ نعم. شنو ذنب هالناس؟ والله خالص بهذلنا البارحه من رحنا بهذله واريد من عندكم الفرج ومن تطلعونا اياكم يمكن بتحشون فيها ومالتنا ويا سيد محمد الشاع السوداني لكن يفرحنا السيد كاظم ما فرحنا نريده هو يفرحنا على مود العالم تحترمه وتحبه وتريده غير هالشكل يسوي الشغلات. طيب. ما الحصه يزيد حصه يزيد هاي اذا الكل ما نعم. قدم اتصال ويا سيدة أم وسام من الطرمية لكن الرسالة وصلت سيدة أم وسام، ودائما ما كنا نطرح ملف المعتقلين والمغيبين ودائما ما كان على طاولاتنا في نقاشاتنا في نشرات الأخبار في برامجنا ولا يزال حقيقة الموضوع مهم للغاية. وهذا هو أيضا سؤال يوجه، أليست هذه الملفات أهم وأولى أن تلتفت إليها السلطة الحاكمة في بغداد بدل أن تشرع قوانين لا تخدم المجتمع العراقي بل تدخله إلى مزيد من الأزمات والمشاكل؟ انظروا إلى المعتقلات والسجون والمغيبين والمعتقلين الأبرياء الذين يقبعون في السجون الحكومية والميليشياوية والسرية كذلك، أليس هذا الملف أولى أن يعالج من قبل السلطة الحاكمة بدل أن تشرع قوانين يراها كثيرون بأن فيها فقرات قد تكون غير ظاهرة بالأوراق لكنها موجودة على أرض الواقع تتعلق بفساد في ملف التجنيد الإلزامي وغيرها من هذه الأمور؟ ويانا السيد عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتجنيد الإلزامي طبعا هو شرف كل عراقي أن يخدم بلده، لكن التجنيد الإلزامي وجود الأحزاب يكون المفاسد مالته أكثر لأنه يفتح باب من أبواب الفساد. نعم. فأفضل أن يكون التطوع يعني رغبة المواطن أن لا يكون يعني إن شاء الله إلزامية وعسكرة وهذه لأنه الظروف غير مآتية لتوفير المعسكرات توفير المدربين وبعدين احنا يعني تعرف صار محمد احنا جاي قوده يعني هذا الجيش اللي راح يتطور هذه ولا علما فما اعتقد يعني وجود الاحزاب يعني حضرتك طرحت نقطه جدا مهمه وهي مساله الولاء. اليوم عندما ياتي او تاتي الحكومه بشباب العراق لالتحاقهم بالمعسكرات بالجيش حتى يأخذون هذه الدورات والتجنيد الإلزامي يتم وغيره من هذه الأمور، السؤال هو حيطلع ولاء لمن؟ للعراق؟ طيب هم المؤسسة العسكرية نفسهم ضباط اللي جزء كبير منهم منتمين إلى أحزاب أو ولائهم لأحزاب أو لميليشيات، ذولا حيعلمون الشباب اللي حيندمجون بالمؤسسة العسكرية وحينتموا لها على ولاء، الولاء لمن يكون؟ للوطن؟ طيب هم ليش مو ما عندهم ولاء للوطن، الولاء للشعب، ايش دي يسوون بالشعب؟ لمن حيكون الولاء اذا ذولا الشباب التحقوا وايش حيعلموهم؟ هو هذا اللي متخوف عنده، يعني قلت لك انا قبل شويه الولاء العسكري لمن راح يكون؟ فقلت لك يعني بوجود الجيش بظل هذه الاحزاب ما راح يكون ولاء للعراق، راح يكون ولاءات مفرقه وشيء اخر يعني ما راح تقضى على المحسوبيه، ما راح تقضى على الطائفيه، المشكله راح من هذا الجيش يكونون جيش طائفي، احنا نتمنى ان يكون يعني عندنا جيش حتى نقضي على هاي الميليشيات. هل 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 صح هل يصح سيد عبد الرزاق هل يصح تطبيق هكذا قانون او تشريع هكذا قانون
في العراق في ظل الظروف الحالية اللي يمر بها الجيش والمؤسسة الأمنية بشكل عام؟ لا ظل هذه الظروف ما أعتقد يعني الولاءات متفرقة، أحزاب يعني كل واحد يسوي. طيب ليش برأيك تصر هذه الحكومة صار لها فترة ومو اليوم، الموضوع صار له أكثر من سنة أو سنين يطرح وينسحب، الموضوع يطرح يوضع على الطاولة وينسحب، موضوع خدمة العلم أو التجنيد الإلزامي، ليش مصممين هذه الأحزاب مصممة على أو الحكومة مصممة على تشريع القانون هذا؟ أستاذ حمد بالنسبة يعني للحاق تشكيل الجيش أو التجنيد الإلزامي هذا خدمة مهارتهم غاياتهم، يعني يردون يخلقون لك من هذا الجيش، مو يقول لك مكان ما نكون يعني احنا ميليشيات متعدده، نخلق جيش نقدر نسيطر عليه ويكون ولاء للبلد اللي احنا نريده. راح يصير يعني شو مثل ما يقولوا معسكرات طائفيه، هذا اللي نخوف عنده بالوقت الحالي. ما اعتقد يعني الجيش يخدم البلد. فأنا قلت لك قبل شوي يعني ولاءاتها تكون متفرقه، فضد الاحزاب ما اعتقد يكون جيش، وهذا مرفوض يعني بالوقت الحالي، والا احنا كنا يعني نكون جيش عراقي بس عن اسم البلد عن الشعب العراقي، لكنه ضد الاحزاب ما راح يتكون جيش طيب. عراقي ويكون ولاء للعراق. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. معنا السيد ابو عبد الله من نينوى، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخ محمد؟ حياك الله ابو عبد الله، اهلا وسهلا. الله يرضى عليك. يعني راح نعطي هيك حياديه على الموضوع. تفضل. اول نقطه يعني الشيء الرئيسي به انه البرلمان اوقع نفسه بتناقض، البرلمان العراقي. نعم، شلون؟ يعني من امور عديده، اوجه عديده، دائما من تصير مطالبات شعبيه بالتعيين، تعيين الخريجين، تعيين العاطلين على العمل، يعني يقول الميزانيه ما تحمل وكذا والى اخره، اعذار يعني متكرره على مر الحكومات السابقه. طيب. فموضوع التجنيد الالزامي يحتاج يعني من ملايين الدولارات او تريليونات نسميها بالعراقي. يعني لها اول ما لها اخر من بالنسبه للميزانيه والفترة. نعم. زين، فهي هاي المؤسسه يعني معروف استهلاكية مو إنتاجية. نعم. يعني عملية استنزاف للميزانية راح تصير. نعم. احنا المفروض بهيك ظرف العراقي مر به ننشئ مشاريع تنموية تمتص العاطلين عن العمل. نعم. وبنفس الوقت تقوي الاقتصاد العراقي. فأول نقطة يعني حكم على نفسه البرلمان انه تناقض، ما بده نستخدم عبارات اخرى جارحه حتى يضل حيادي الموضوع. طيب، لكن ايضا سيد ابو عبد الله، لماذا اذا؟ نعم، يعني هل يعقل، قبل هذا السؤال، هل يعقل انه من في الحكومه لا يعلمون بما تفضلت به؟ يعني انه الوضع الاقتصادي اليوم وضع سيء جدا، يجب ان يتم الالتفات الى الملف الاقتصادي، ملف الخدمات وغيرها، وعلى رايك انت مثل ما قلت يجب الالتفات الى المؤسسات الانتاجيه لتخدم الاقتصاد العراقي والشعب. هل معقول هم ما يعلمون هذه النقطه؟ أنا عندي راي بهذا الموضوع. تفضل. اذا سمحت. يعني خلينا نقول بدايه الحكومه هاي الجديده يعني تبدو يعني خلينا ناخذ بحسن النيه. طيب. تبدو انه نشيطه جدا. يعني هذا على الاقل هذا البدايه، ما نعرف هو علم غيب عند الله سبحانه وتعالى، بس كبدايه تبدو نشيطه جدا وجاده يعني في مكافحه الفساد، في تشغيل العفو، تحريك الوزارات، تحريك المياه الراكده، ضبط الامور، هاي كمقدمه واحنا ناخذ بحسن النيه. طيب. البرلمان في معزل عن الحكومه. فهنا اذا ما تناغم عمل البرلمان ويا الحكومه راح يضعف موقفها تدريجيا، اللي راح يصير استنزاف على الميزانيه وتنشل ايده تتقيد. طيب، عفوا، سؤال سيد ابو عبد الله، بس حنجي لباقي التفاصيل. بس كلمه واحده. تفضل. راح ينفتح لها ابواب جديده تربكها عن الغايه الاصليه، المهمات الاصليه للحكومه. طيب. سيد ابو عبد الله، هو منو اللي يشكل غالبيه
الأصوات في البرلمان اليوم؟ منو اليوم من البرلمانيين أو من الأحزاب اللي تمثل الثقل الموجود؟ نعم أنا معاك وأعرف شو تريد تقول، ولهذا عن طريقك أوجه رسالة للبرلمان أنه إذا ظلوا يعني يستخدمون لغة المصالح لغة المصالح لأجل يعني مصالح حزبية خاصة، راح هاي تنعكس على الحكومة مالتهم وراح تفشل الحكومة، فخلي ياخذون هاي بنظر الاعتبار. إذا رادوا أن ينجحون، وهاي مثل ما يسموهم الفرصة الأخيرة، خلي يتناغم قرارهم مع تصرفات الحكومة. أسا الحكومة مقبولة لحد الآن، جيد جدا لحد الآن. طيب ما يعني شنو اللي يبين يعني عفوا سؤال، نعم أنا ماشي أنا أمشي ويا حضرتك وما عندي مشكلة باللي تفضلت به، لكن عندي تساؤلات، هي تساؤلات ناس أيضا، أنه شنو معالم أو ملامح نجاح هذه الحكومة إلى الآن؟ في البداية يعني تحرك مثلا على شبكات تهريب، تحرك على الوزارات، لقاءات يومية مثلا بدأ بيوم الجمعة، هاي أول واحد يسويها يجتمع يوم الجمعة بالوزراء السوداني بأول يوم. طيب يعني سيد الخدمات اذا سمحت لي بس اعطيك علامات. لا انا قصدي سيد ابو عبد الله، محمد الشيعة السوداني ما اجى من الفضاء، هو كان مسؤول بالدوله، كان بمنصب وزير سابق، شارك بالحكومات، جزء من حزب الدعوه، انجازاته سابقا حتى نحكم عليه انه هو شخص مناسب بالمكان المناسب. شنو كانت الانجازات؟ شنو كانت انجازات الاحزاب اللي جاءت به للحكم؟ يعني احنا من نقول هي عفوا هي موضوع القاء القبض على عصابات تهريب، ليش الموضوع ظهر الان؟ ليش ما ظهر في السابق؟ ليش قضيه سرقه القرن هاي اللي قالوا عليها ظهرت مع ذهاب او رحيل حكومه الكاظمي؟ ليش هاي ظهرت الان هذه التفاصيل؟ ارجع من اخير عباره قبل شوي قلت لك عباره الفرصه الاخيره. احنا الله سبحانه وتعالى فاتح باب التحول للجميع، صحيح؟ احنا خلي ناخذ ذيك الفترة خليط من السلبيات والايجابيات، يعني ما ممكن نقول عليها لا سلبيات كلها ولا ايجابيات. خلي ناخذ بحسن النية كبداية، اذا هذا الشخص هو كتلته حسوا انه الشعب العراقي وصل مرحلة ما يتحمل اي اخطاء اضافية بادعه ورادوا يغيرون المسار، فاحنا يعني مثل ما نقول ننطي فرصه، مو مشكله. يعني طالما اذا نشوف نحكم احنا اول ثلاث اشهر مثلا للوزراء، قال اذا ما شوف تغيير ملموس فعلي راح ابدل الوزراء حتى ما ارجع للكتل. احنا نريد ما نصير يعني نقول مثل نغلق الطريق، يعني خلي يصير حل بيننا وبين الحكومه. هاي فرصتهم، خلي يستغلوها، خلي يتناغم البرلمان ويا الحكومه، يوحدون توجهاتهم. لا البرلمان مصالح حزبية يشتغل والحكومة تريد مثلا تشتغل بأشياء ترضي الشعب، هنا في تناقض. طيب ما راح يتوافقون وما راح ينجحون. سيد أبو عبد الله أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا هي دائما تكون وجهات نظر مشاهدينا الكرام، اختلاف بالآراء طالما يعني منطقي من ناحية المتحدث، يعني أخلاقي ماشي، لكن هل معنى هذا أنه الكل يتفق مع هذا الطرح؟ بالطبع لا. أغلب العراقيين اللي قاطعوا الانتخابات وما شاركوا بها كانت لديهم وجهة نظر أن هذه الحكومات مجربة، هذه الحكومات أثبتت فشلها، وكل من ينضم أو ينضوي ضمن هذه الأحزاب التي شكلت الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى اليوم هي أحزاب وشخوص فشلوا في المناصب التي تبوؤوها، كان مدير عام، كان برلماني، كان وزير، كان نائب، كان غيره. وبالتالي شنو الطريقة اللي نحكم بها على هذه الحكومة؟ احنا ما راح ننتظر، او يعني موضوع الانتظار زهقوا منا العراقيين وملوا 20 سنة من الانتظار، 20 سنة من الفشل يوم بعد آخر، من الإخفاق، من الدمار اللي دا يحل بهذا البلد على المستوى السياسي الأمني والاقتصادي وغيره. اللي يريد يتأمل هو حر، خليه يتأمل بهذه الحكومة الخير وخليه ينتظر منها شيء إيجابي، لكن يعني تاريخ هذه الأحزاب وتاريخ الأشخاص اللي انضموا إلها معروف للجميع ولم يكن تاريخا جيدا حقيقة. وبالتالي اللي ينتظر من ذولا شيء إيجابي خليه ينتظر، لكن عليه أن يتحمل نتيجة قراره، وعليه أن يتحمل المسؤولية بالاعتراف
بهذا الخطأ الذي ارتكبه في المستقبل. نفس الكلام قالوا ناس قبل كل حكومة وبعد تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات، انتظروا انطوا فرصة للكاظمي حيصلح، قاموا يغلطون عليه، انتظروا انطوا فرصة للعادل عبد المهدي قاموا يشتموه، وغيره وغيره، لأن هم عقلية واحدة وأن تغيرت الوجوه. ويانا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمر من الناصرية تشريبي. حياك الله. شلونك محمد؟ أهلا وسهلا أبو عمر، تفضل. طبعا هاي مال التجديد الإلزامي هاي كلها فساد إداري. مع احتراماتي هسه، مع احتراماتي اللي بتقرا وياك شغلات هاي، كل هذا كل هاي أغرة بنج، يعني كلها كلاوات بكلاوات، وما تأمل بعثهم خير احنا دول هاي الحكومة. نعم. هاي الحكومة، هاي حكومة مشكلة طبعا، هي مو حكومة، هي حكومة منشيات هاي الجودة. هاي جاي يضحكون على عقول العالم. دائما يضحكون على عقول العالم، تجديد الزامي مشاريع هي المشاريع كلها متلكة. نعم. والبوق واصل للهامة. راح ذاك اجى هذا، راح هذا اجى ذاك. والعالم منتظره، العالم يعني مشكلة، يعني الشعب ما عاد اتفق على احترامات الشعب. ولا لا ما نقوم عليهم ثورة. ثورة عارمة. نعم. ماكو فايدة. نعم. هذول اجوا يحكمون الشعب وحطموا البلاد. كافي. سيد أبو عمر، سيد أبو عمر، سؤال سريع، سؤال سريع لحضرتك، اسمح لي أبو عمر. أبو عمر، أبو عمر موجود؟ طيب، سؤال سريع لحضرتك، قد تكون بإجابة لكل، أو فقدنا الاتصال. سؤال أوجهه بشكل عام للي يحب يجاوب، للي يتأملون بمحمد الشيع السوداني الخير وينتظرون منه شيء زين ويقولون أنه بداياته كانت بدايات موفقة، كما قلنا كل الآراء تحترم، لكن هي أسئلة تطرح لنصل إلى الإجابة الصحيحة إلى هذه أو على هذه الأسئلة. أنه من الذي اختار التشكيلة الوزارية؟ طيب أبو عمر موجود؟ ما موجود. موجود أبو عمر. طيب السؤال أنه محمد الشيع السوداني الناس اللي تتأمل به خير، هو منو اللي اختار الوزراء في الحكومة؟ مو هو؟ مو هو اللي قدم الأسماء؟ طبعاً طبعاً. طيب. هو طبعاً هم الأسماء اللي الأسماء اللي اختارها، الأسماء اللي اختارها عبارة عن قيادات سابقة بالميليشيات، عبارة عن مجموعة من الأشخاص الوزراء متهمين بالفساد، بعضهم كان متسلم منصب وزير في السابق أثبت فشله. شنو اللي جابه حتى نحكم على هذا الشخص أنه خطأ الخطوة الصحيحة؟ إذا كانت أول خطوة إلى اختيار الوزراء كانت عبارة عن محاصصة طائفية جاء بشخصيات فاسدة في السابق وميليشياوية متحزبة، شنو الخطوة الصحيحة اللي اتخذها أو خطاها؟ طبعا عم محمد، كل خطوة قدمها كلها خاطئة. نفس الوجوه القديمة، هم عاتها الوزراء. طيب. يعني ما سوون شيء، هم نفسيتهم، هم البرلمان، هم ربعهم نفسيتهم. القبل سوى، وهو نفسيتهم، هم عن فساد إداري وشغلات هاي. نفس الفاسدين جابوا على الوزراء. شكرا. نعم، شكرا أبو عمر من الناصرية، أنا أكتفي وحضرتك بهذا القدر، شكرا لك. خلونا نروح إلى فاصل قصير سريع المشاهدين الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. هل أن قانون الخدمة الإلزامية سيعيد التوازن داخل الجيش الحكومي كما يزعمون؟ بقانون الخدمة الإلزامية، هل ستفلت المؤسسة العسكرية من قبضة وسيطرة الميليشيات؟ وهل سيفتح قانون الخدمة الإلزامية
بابا جديدا للفساد المالي والإداري؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان الخدمة الإلزامية في العراق، الأسباب والنتائج. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء، ومعنا السيد أحمد من صلاح الدين. تفضل يا أحمد. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك أستاذ وقناة الرافدين. أهلا وسهلا يا أحمد. موضوع ما تجيل الإلزامي. نعم. إحنا استعبيادور. ناس تتهجوع، ناس تقر، ناس تهجوع، ثمانية ماكو، اقتصاد ماكو، شغل ماكو، صناعة ماكو. نعم. تجد الزام. ألو، وياك يا أحمد، أسمعك، تفضل. يعني وهم تصل الحكومة خطر الهم كلها بوق 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 بوق، يعني كلها بوق. يعني انت تشوف انه هذا القانون بي بوق حيكون؟ يا عمي شلون مو بوق؟ هاي راد لها معسكرات، راد لها اطعام، راد لها ملابس، راد لها معسكرات. يا المليارات هذه كلها تروح بوق. الوضع الاقتصادي بالعراق يسمح بصرف هيك فلوس؟ اي بس تجي الزام، بس وضعنا اقتصادي ما يرهم تجي الزام، ما يرهم السعر، وضعنا السعر حاليا ما يرهم تجي. طيب وضع الجيش يسمح بالتجنيد الالزامي؟ هو جيش محاصصي متحزب؟ الجيش محاصصي وطائفي وما يرهم خلاص، وفوق نصه دمج، ضباط دمج، ما الميليشيات، ما الاحزاب، ما خلاص قطعا تجي الالزامي ما يرهم بالوقت حاليا. نعم سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك. نعم أنا أشكرك وأعتذر منك طبعا لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. لنكمل مشاهدينا سريعا ما لدينا من فقرات أخرى. لدينا موضوع آخر وهو الحريق الذي شب في المدينة المائية في محافظة النجف. طبعا لا يمر يوم في العراق إلا أن يحدث حريق في مكان معين أو في مكان أو في منطقة معينة في أي محافظة عراقية. هذه المرة في النجف، حيث اندلع حريق كبير في المحلات التجارية في المدينة المائية، ما أسفر عن خسائر مادية هائلة للتجار ودمار كبير للمكان. طبعا هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وتمكنت بعد مدة طويلة من إخماد الحريق بسبب الصعوبات التي واجهتها والمواد التي استخدمت في البناء والمساعدة على الاشتعال. لنشاهد. مشاهدينا طبعا هذا الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد. اشتكت فرق الدفاع المدني من المواد المستخدمة في البناء بسبب قدرتها على الاشتعال السريع، وبسبب وجود عوازل تمنع وصول مواد الإطفاء للأجزاء المحترقة. دعونا نستمع لحديثهم. ما بقى مشروع يا معودين، سندويش بناض يا معودين، يا معودين والله ما لحق انطفي، يا معودين والله ما ينطفي. يعني هسه هاي الفرق وهاي جود كلها، والله والله ماكو فائده من عمليات الاطفاء، وماكو فائده لان ما ينطفي. هو معدن منا ومعدن منا، والماده المسترقه بالوسط نسكب عليها مواد الاطفاء لان اكو عازل. تصور انت لو هاي المدينه هاي ايش كبرها مصالح الناس هاي كلها سامح ترقى. احنا ركزنا على انه ما ينتقل الحريق للقواطع الاخرى، ولا لو منتقل لهذا القاطع شو تنتقل للقاطع الاخر، وهاي صارت كارثه كبيره. سريعا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مقطع آخر ضمن هذا الموضوع. أصحاب المحلات التجارية حملوا هيئة الاستثمار مسؤولية احتراق محلاتهم
بسبب غياب الرقابة عند منح الرخص الاستثمارية. طبعا الناشطون ذكروا أن أسباب تفاقم الحريق هي طبعا مسؤولية الوزير بوزير الداخلية طبعا بسبب فساد شركة الاستثمار التي قامت ببناء هذه المدينة، إضافة إلى عدم وجود وسائل وطواقم إطفاء كافية. لنتابع. هاي شغل الاستثمارات من نجف الأشراف، هذا شغل الأعواج والسندويش، هاي شغل الاستثمارات من نجف. أبطال الدفاع المدني يا وزير الداخلية ما قصروا، بس شيء أكثر من طاقتهم. اسمع، من بداية الاستثمار إلى نهايته كله سندويش بنال يا وزير الداخلية. منو للمتضررين العراقيين؟ المستثمر اللبناني قاعد بلبنان ويمص بدم العراقيين. الدفاع المدني كاتب هذا مخالف للشروط، هذا السندويش بلال ما مسموح به، ولكن ماكو مجيب. بسبب من؟ بسبب الفساد، بسبب الفساد اللي نخرب الجسم العراقي. منو إلهم؟ هذول كسبة. تعال شوف عوائلهم، تعال شوف عوائلهم بالشارع، كل من دمعت بعينه على ماله. منو للعراق والعراقيين؟ يا وزير الداخلية تدري أنت الدفاع المدني بالنجف الأشرف المدينة القديمة بس 6 نفرات؟ تدري عموم المحافظة بسبب التنقلات اللي صارت عليهم بالجور إيش قد عددهم المتبقي؟ منو إلهم؟ لا موارد بشرية، لا عجلات بها حظ. كل من عبره 50 و45 سنة يراد تعززون دماء جديدة من الشباب. لنتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. كرار يقول: أولا يجب رفع دعوى قضائية على المستثمر لعدم استوفاء شروط السلامة والأمان من ناحية البناء والتصميم. ثانيا تعويض جميع المتضررين وإن كان غير مؤمن على البضائع. ثالثا يتحمل المستثمر كافة الخسائر المادية التي حلت على المواطنين. تعليق من ضي الموسوي تقول: ضروري نسوي حملة تبرع لهم خطية، ويا ريت أكو واحد يسعى بهالموضوع حتى نقدر نساعدهم ولو بجزء بسيط. محمد زيني يقول: الله يعوضهم، بس الغلط من المستثمر، مكان تجاري ضخم ما بي منظومة حرائق. وأم حيدر تقول: هذه نتيجة مشاريع الاستثمار العاوية، سابقا الدولة كانت تبني أراضيها وتأجرها على الناس، هسه كل نصب واحتيال وسرقة. ويانا السيد حيدر من البصرة، تفضل يا حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحياتنا للأستاذ أحمد الغالي، شلونك؟ إن شاء الله طيب. الله يسلمك حيدر، كل الهلا، تفضل. اليوم الموضوع عن الحريق اللي صار بالنجف ونعم. يعني عندنا مجموعة مواضيع، كان البداية عن التجنيد الإلزامي، هذا القانون اللي يريد يشرع البرلمان، وهسه طرحنا موضوع الحريق. براحتك، وين تريد تعلق أنت حر. والله والفساد ما يفيد، الفساد من تشريف مفاصل الدولة كلها بكمله شلع قلع. نعم. يعني هم يسوون مشاريع كلاوات ومليارات الدولارات تنصفن على المشاريع، وتاليتها يطيح بها المواطن المسكين الفقير البسيط. نعم. يعني الله يقبل محمد، هاي المحلات احترقين كثير والغابة احترقين، ما يخافون من الله. كم مشروع صار بالدولة بهذا الشكل يا سيد حيدر؟ بناء بعيد عن المواصفات العالمية، مشاريع كلها وهمية ومشاريع كلها كلاوات ويصرفوا مال الشعب على حساب المشاريع الوهمية. نعم. قوة المحافظة كما يأخذ حصته وعفو المواطن المسكين. نعم. بس الله إن شاء الله كمن الله يفلش مجاه محمد وآل بيت محمد. دول الله بلانا فيهم بلوا، كلهم فاسدين وكلهم قتلوا وكلهم مجرمين. نعم. سيد حيدر أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من البصرة. طبعا مشاهدينا نكمل مع ما قاله السيد حيدر. لدينا فقرة الهاشتاج، طبعا
العراقيون بشكل عام يرفضون كل الحكومات التي تأتي عن طريق المحاصصة، النظام الطائفي المتبع في العراق، توزيع المناصب بالواسطات وبالمحسوبية وبالانتماءات والولاء. هذا هو النظام المعمول به سياسيا في العراق منذ الاحتلال وإلى اليوم، ولذلك كل الحكومات التي جاءت عن طريق هذه السياسات المتبعة من قبل الأحزاب والاتفاقات هي مرفوضة باسم الشعب. ولذلك أطلق العراقيون وسم حكومة إطارية برعاية المحتل للتعبير عن رفضهم لحكومة محمد الشياع السوداني. نأتيكم ببعض التغريدات. هادي المعموري يقول: السياسيون الذين ساقهم المحتل جاءوا ليأخذوا كل شيء ولا يعطون شيء، هذه أصبحت لدينا كالشمس في رابعة النهار. فاطمة تقول: إن بقاء المحتل والفساد والمفسدين يعني تسلط الإرهاب علينا، حيث كانوا الحاضنة الأولى له وسيكونون الحاضنة لاستمراره لا محالة. فاطمة العراقي تقول: لا تهمها مصالح الشعب ومعاناته، بل بنوكهم ومصارفهم واقتصادياتهم. لدينا تغريدة من عبد الحق العراقي يقول: الخوف كل الخوف أن تعاد الأيام الدامية لبغداد في ظل الحكومة الإطارية. قادة الأيام الدامية من الفاسدين عادوا إلى الحكم من جديد. هؤلاء كلما اختلفوا بينهم ذهبوا إلى الشارع بمفخخة أو انتحاري لتذهب الأبرياء ضحايا لصراعهم السياسي. كانت هذه جزءا من التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. وطبعا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.